مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا بيكم في حلقة جديدة من السادسة. النهاردة حلقة خاصة مهمة جدا، هيكون معنا كابتن حسين شكري نجم من نجوم النادي الأهلي، وهنستعيد معاه طبعا بعض ذكرياته في الأهلي، وهنتكلم عن فوز الأهلي امبارح على وادي دجلة في الدوري والثلاث نقط الجديدة في مشواره نحو لقب الدوري الـ 42. كمان هيكون معانا في جزء حلقتنا الثاني كابتن يحيى يوسف مدرب فريق سيدات اليد بالأهلي، هنتكلم معاه عن قرعة مونديال اليد والحفل اللي هيبدأ النهاردة الساعة 7 إن شاء الله، هيكون حاجة مشرفة جدا لمصر تحت سفح الأهرامات واللي هتستضيفها مصر بإذن الله في يناير 2021. اسمحوا لي ان انا ابارك لجمهور الاهلي على الفوز امبارح على وادي دجله بالثلاث نقاط، خلاص 11 نقطه بس علشان نفوز ونحسم لقب الدوري المصري. الحقيقه امبارح النادي الاهلي قدم واحده من افضل عروضه من ساعه ما رجعنا من فتره التوقف. الحقيقه خصوصا في الشوط الاول النادي الاهلي كان مسيطر متحكم، وعرضيات من اليمين وعرضيات من الناحيه الشمال، النادي الاهلي ظهر بشكل كويس جدا، ولقينا انه اللعيبه كلها كمجمل كانت ظاهره بشكل كويس جدا في الشوط الاول، قدرنا نخلق اكتر من فرصه.